الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من رحال، البرنامج اللي هيتكلم على كل حاجة بتخص الحضارة والتاريخ. احنا مكملين في سلسلة الحضارة الإسلامية، وزي ما اتفقنا ان احنا نتكلم من أول مولد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نهاية الخلافة العثمانية. احنا لسه مكملين في فترة الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزي ما قلنا ان جيوش المسلمين في عهد عمر انتشرت في كل مكان في الشرق والغرب، في بلاد فارس وبلاد الشام، واتكلمنا على ده في الحلقات اللي فاتت. وزي ما قلنا بالنسبة لبلاد الشام نقدر نقول يعني المسلمين قدروا انهم ينهوا تقريبا على حكم الروم، وبالنسبة لبلاد فارس بعد معركة القادسية العظيمة على طول فتحت المدائن اللي هي عاصمة الدولة الفارسية. النهاردة بقى احنا هنتكلم في حلقتنا على اهم الفتوحات اللي حصلت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللي هو ايه؟ فتح بيت المقدس. بعد ما هزم المسلمين الروم في اليرموك، خلاص يعني نقدر نقول بقت معركة اليرموك هي المعركة اللي هي القاضية على قوة الروم. بالنسبة بعد كده بقت في سلسلة معارك كانوا بالنسبة للمسلمين سهلين جدا، والمسلمين كانوا بيتحركوا في أماكن براحتهم زي ما بيقولوا كده، وقدروا ان هم يفتحوا سوريا كلها. بعد كده راح أبو عبيد الله بن الجراح رضي الله عنه راح أنطاكيا وفتحها بالصلح، ودي كانت ميزة أبو عبيد الله بن الجراح اللي هو بيفتح بالسلم. طبعا بالنسبة لعمر بن العاص بعد اليرموك رجع تاني للساحل بتاع فلسطين عشان يكمل فتح المدائن الصغيرة. كل المدائن استسلمت لعمر بن العاص ما عدا مدينة واحدة ما اتفتحتش اللي هي اسمها قصرية، ودي كانت طبعا مدينة كانت منيعة جدا، لكن فتحها اتأخر شوية، لكن طبعا قدر المسلمين في الاخر ان هم يفتحوها. بعد كده خلاص الروم مبقاش ليهم اي وجود في ارض الشام، رجعوا المسلمين بكل قوتهم تاني. خلاص بقى تركزهم على ايه؟ على بيت المقدس. قلنا في الاول الحلقات ان عمرو بن العاص اول ما وصل فلسطين حط حامية على مدينة بيت المقدس علشان تمنع الروم من دخول القدس، عشان كده كان فتح بيت المقدس يعتبر سهل نسبيا. ان عمرو فعلا حط زي حامية كده نقدر نقول اللي هي زي كتيبة علشان الفرس ما يقدروش يدخلوا المدينة او يمدوها بالمدد. بعد ما الشام اكتمل فتحها تقريبا اتجهز المسلمين للفتح العظيم، وعلى طول بدأ عمرو بن العاص يشد الحصار على المدينة، وبوصول جيش أبو عبيد الله بن الجراح خلاص يعني الجيوش اكتملت وبدأ الحصار يبقى أشد على المدينة. وعلى طول أبو عبيد الله بن الجراح عمل إيه؟ بدأ يرسل رسالة قمة في البلاغة بتوضح لنا الدبلوماسية بتاعته في الأمور. هو كتب إيه في الرسالة؟ كتب من أبو عبيد الله عامر بن الجراح إلى بطاركة آل إلياء وسكانه، إلياء اللي هي القدس. نلاحظ على طول خاطب مين؟ خاطب رجال الدين، هو اللي خاطبهم في الأول. طيب ليه؟ عشان خلاص القيادة بقت ليهم بعد هزيمة الروم، خصوصا إن في حامية صغيرة من جيش الروم مش هتقدر تدافع عن المدينة. وكان رئيس البطاركة كان اسمه صفرونيوس، وده كان راجل من دمشق، هو عربي مع إن الحس إن الاسم بتاعه اسم يوناني. المهم الراجل دوت وصلته الرسالة اللي هو البطريق ده، وكان فيها ايه بقى الرسالة دي بتقول ايه؟ سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وبالرسول، اما بعد فإنا ندعوكم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وان الساعة آتية لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور، فان شهدتم بذلك حرمت علينا دمائكم واموالكم وزراريكم وكنتم لنا اخوانا، فإن أبيتم، هنا بقى بيبدأ يشد، فأقر لنا عن أداء الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإن أنتم أبيتم صرنا إليكم بقوم هم أشد حبا للموت منكم لشرب الخمر وأكل لحم الخنزير. وبعد كده بدأ يشد أكتر، ثم لا أرجع عنكم إن شاء الله حتى أقتل مقاتليكم وأسبي زراريكم. طبعا الرسالة فيها لين في الأول وشدة خلت قادة المدينة الرعب دب فيهم، يعني خلاص المدينة مفتوحة لا محال. فالقائد اللي هو اسمه صفرونيوس دوت اللي هو الكبير بتاعهم قال ايه؟ قال فكرة، قال احنا نرسل لأبو عبيد الله ابن الجراح ان احنا هنسلم له المدينة ولكن بشرط صغير. طيب ايه هو الشرط دوت؟
ان احنا مش هنسلم المدينة للجيش، احنا هنسلمها للمستوى السياسي اللي هو الامير بتاعكم. فطبعا ابو عبيد الله بن الجراح على طول ارسل لعمر بن الخطاب رسالة بيقول له فيها ان خلاص يعني المدينة عايزة تسلم، لكن الشرط بتاعهم ان هم يسلموا المدينة ليك انت شخصيا. هم كانوا خايفين من الجيش ليه؟ علشان قبل فتح بيت المقدس بسنوات، يعني تقريبا في السنة السادسة من البعثة المحمدية، دخل الفرس المدينة عملوا مجازر رهيبة جدا، عشان كده أهل المدينة كانوا خايفين يسلموها للجيش. ده كان الشرط بتاعهم. لكن كان هم برضو القسيس ده كان عنده حاجة تانية، كان عنده أمل. هو كان ما كانش يعرف ان خلاص الروم يعني خلاص انهزموا هزيمة نكراء، وهيركل خلاص ساب كل الشام وهرب للقسطنطينية. هم كان عندهم أمل ان هم يأخروا الوقت، يمكن جيش الروم يجي يقدر يساعده. والمهم أول رسالة وصلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فطبعا على طول زي العادة خد بالمشورة. فعثمان بن عفان رضي الله عنه قال إيه؟ قال له لا تخرج المدينة في أيدينا لا محال، يعني خلاص المدينة كده كده في أيدينا، أنت مش مهم أن أنت تروح. فراح علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال إيه؟ أنصحك بأن تذهب لحقن دماء المسلمين. فعمر قال إيه؟ أحسن عثمان النظر في مكيدة العدو، وقد أحسن علي النظر في خير المسلمين، وإني آخذ بمشورة أبا الحسن. وراح عمر بنفسه لمدينة القدس على رأس جيش من 4000 مقاتل. ولما وصل المدينة من ناحية الجنوب وطلع على جبل عشان يشوف المدينة من فوق، وأول ما شاف مدينة القدس قال بصوت جهور جدا الله أكبر. فسمعوا جيش المسلمين اللي هو طبعا فيه أبو عبيد الله بن الجراح، فعرفوا إن الإيه؟ إن الأمير المؤمنين وصل. فكبروا وكبروا بقى التكبير في كل أنحاء المدينة الله أكبر. اللهم أعد إلينا القدس بحولك وقوتك يا جبار السماوات والأرض، اللهم آمين. طبعا أهل المدينة لما سمعوا صوت التكبير يعني زلزال حصل طبعا، وعرفوا إنه إيه؟ إن أمير المؤمنين أو الأمير بتاع المسلمين وصل، عشان التكبير ده يعني سمع في كل مكان، نقدر نقول اللي هو رج الأرض. ولحد النهاردة الجبل اللي كان واقف عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكبر من فوقيه اتسمى الجبل دوت بجبل المكبر. وعلى طول اتوجه وفد من المدينة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلموه المدينة واخدوا منه الأمن والأمان. عمر دخل المدينة رضي الله عنه وقعد يلف فيها طبعا، وراح لكنيسة القيامة بدعوة من سفرانيوس. ولما جه وقت الصلاة فعمر قال له يعني خلاص وقت الصلاة، فالرجل يعني قال له ايه؟ قال له يعني مكانك يعني صلي مكانك. فعمر رفض كده، طيب ليه؟ مش استهانة بالكنيسة لكن لتعظيم حرمات الديانات الاخرى، طيب ليه؟ عشان ما يجيش اي حد من المسلمين يقول بعد كده ايه، انا اصلي هنا في المكان اللي صلى فيه عمر ابن الخطاب. وفعلا خرج عمر وصلى خارج الكنيسة ويتبنى في المكان دوت مسجد اتسمى مسجد عمر ابن الخطاب في نفس المكان. وبعدين دخل عمر المسجد الاقصى، ولما شاف المسجد الأقصى كبر ويعني قال الله أكبر، هذا هو المسجد الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده كان المسجد عبارة عن خرابة فعليا، يعني ما فيش أي حاجة منه، يعني في بقايا سور متكسر، وطبعا بعد كده موجود الصخرة. وبدأ المسلمين ينظفوا المكان، وبعدين صلى بهم عمر في المسجد. وراح على طول مرة واحدة قال إيه؟ أين بلال ابن رباح؟ وجي بلال وقال له إيه؟ يعني عمر قال له ايه بمنتهى اللين وبمنتهى الرجاء، يا بلال ألا تؤذن لنا؟ فقال بلال يا أمير المؤمنين إني قد آليت على نفسي، يعني خدت عهد على نفسي ألا أؤذن لأحد بعد رسول الله. فراح عمر قال له ايه؟ ألا وقد أبيت فأذن، يعني أنا بأمرك اللي أنت تأذن. طيب ليه؟ طب كان الإصرار بتاع عمر عشان كان بلال ابن رباح أول من أذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من أذن في المسجد الحرام، عشان كده كان لابد من أنه هو أول من يؤذن في المسجد الأقصى المبارك. فوقف بلال وقال إيه؟ أما وقد أمرتني فسوف أطيع عنك. وفعلا صعد بلال فوقف وقال الله أكبر. طيب ليه؟ يعني الله أكبر ديت حسست كل المسلمين اللي واقفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود معهم. وعلى طول الأذان بتاع بلال كان يعني زي حاجة رهيبة في نفوس المسلمين، وتزلزل الجيش بالبكاء. حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدأ يبكي، يعني من أجمل المشاهد في فتح بيت المقدس. وبدأ عمر يكتب العهدة بتاعته لسكان القدس، يعني قمة في التسامح والأمان. يعني قال إيه؟ إداهم الأمان للكنائس والصلبان
والبيع بتاعهم، وقال لا تسكن هذه الكنائس ولا يأت أحد ينتقص من أموالهم ولا كنائسهم ولا دينهم. يعني أعطاهم الحرية، قمة في التسامح، وتم فتح بيت المقدس رضي الله عن عمر وأبو عبيد الله بن الجراح وخالد بن الوليد وكل الصحابة رضوان الله عليهم. وبكده تخلص حلقتنا النهاردة، واشوفكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من رحال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.